بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة سنخبركم عن قصة الحر بن يزيد الرياحي وكيف التقى بالإمام الحسين عليه السلام. خرج الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته من مكة مسافرا إلى الكوفة بعدما دعاها أهلها ووعدوه بنصرته وقتال بني أمية، وكان مما قاله الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الإمام الحسين عليه السلام يريد للناس الصلاح والخير وأن يعودوا كما كانوا أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، متمسكين بكل القيم الإسلامية السامية. وبينما كان الحسين عليه السلام في مسيره نحو الكوفة، وصل إليه خبر استشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، فحزن الإمام حزنا شديدا وقال: إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما. أكمل الإمام الحسين عليه السلام طريقه نحو الكوفة، وفي الطريق اعترضهم جيش ضخم مكون من 1000 فارس بقيادة رجل يسمى الحر بن يزيد الرياحي. كان الحر رجلا من كبار رجال الكوفة وأحد رؤسائها وقادتها، وقد أرسله عبيد الله بن زياد لمواجهة الإمام الحسين وإحضاره إلى قصر عبيد الله بن زياد. ورغم ذلك فإن الإمام الحسين لاحظ أن الجيش يشعر بالتعب الشديد والعطش، فأمر أصحابه بأن يقدموا الماء لجيش الحر وخيولهم، فقاموا بسقيهم الماء وحان وقت الصلاة، فصلى الجميع ركب الإمام الحسين وجيش الحر خلف الإمام الحسين عليه السلام. وبعد انتهاء الصلاة أمر الإمام الحسين عليه السلام قافلته بمواصلة السير نحو الكوفة، ولكن الحر بن يزيد الرياحي منعهم بشرط أن يأخذهم إلى عبيد الله بن زياد أسرى، فرفض الإمام الحسين عليه السلام ذلك، ورفض الحر دخول الإمام الحسين إلى الكوفة أو عودته للمدينة المنورة. فقال الحسين عليه السلام: أيها الناس، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم. فقال الحر: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذي كتبوا إليكم، وقد أمرنا إذ نحن ما لاقيناكم أن لا نفارقك حتى نذهب بك إلى عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم قال لأصحابه: اركبوا. فركبوا وانتظروا حتى تركب النساء، فقال: انصرفوا. فلما ذهبوا لينصرفوا حال جيش الحر بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين عليه السلام: فما تريد؟ قال الحر: أريد أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. فقال الإمام: إذن لا أتبعك. قال الحر: إذن لا أدعك. ثم قال الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى آخذك للكوفة، فإن أبيت فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك المدينة حتى أكتب لابن زياد. سار الحسين بأهله وأصحابه والحر يتبعه مع الجيش إلى أن وصل إلى أرض رفض حصان الإمام الحسين التقدم إليها ووقف لا يريد السير، فسأل الإمام الحسين عليه السلام عن اسم هذه الأرض، فقيل أن اسمها كربلاء. فقال الإمام: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. ثم قال: ها هنا مناخ ركابنا ومحط رجالنا وسفك دمائنا. وأمر الإمام الحسين بنصب الخيام فيها، وكان ذلك اليوم 2 من شهر محرم الحرام 61 للهجرة. وفي يوم 10 من شهر محرم الحرام
حينما اصطف الجيش وعزم عمر بن سعد على قتال الحسين وقتله، أخذ الحر يرتجف وتغير لون وجهه، فسأله رجل يسمى بابن أوس: ما بك يا حر؟ هل أنت خائف من القتال؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لقلت الحر بن يزيد الرياحي. فأجاب الحر: يا ابن أوس، إني والله لأخير نفسي بين الجنة والنار، وإني والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. كان الحر يعلم بأن القتال مع الإمام الحسين هو الطريق إلى الجنة، فأخذ فرسه وذهب إلى خيام الإمام الحسين وطلب منه أن يسامحه قائلا: جعلني الله فداك، سامحني، سامحني، أنا الذي سددت عليك الطريق ومنعتك من الرجوع إلى مدينة جدك رسول الله وأجبرتك على النزول في هذا المكان. والله الذي لا إله إلا هو، ما ظننت أن القوم يريدون قتالك إلا عندما سمعت من عمر بن سعد يقولها لي، وإني تائب إلى الله مما صنعت، فهل لي من توبة؟ قال الإمام الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك ويغفر لك. ثم طلب الحر من الإمام الحسين أن يأذن له بالقتال ليكون أول شهيد، فأذن له. وانطلق الحر نحو الأعداء لقتالهم، فتكاثروا عليه وأسقطوه أرضا، فكان أول شهيد في واقعة كربلاء. وأخذ جسد الحر إلى خيام الإمام الحسين عليه السلام، فقال الإمام الحسين: هنيئا لك يا حر، أنت حر كما سميت في الدنيا والآخرة. كما توجد مسابقة يومية على إنستغرام المأتم، وهي عبارة عن سؤال على هذه القصة وجائزة تثقيفية عن واقعة الطف.